بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دائما مع تمارين كتاب المفيد في الرياضيات حول درس مبرهنة فيثاغورس، وصلنا للتمرين السابع من الصفحة 130. ليكون أ بي سي مثلث قائم الزاوية في أ، بحيث أ بي تساوي 4، أ سي تساوي 2، حدد بي سي. دونك عندنا مثلث قائم الزاوية لهذا الشكل. غادي نحاول نرسمو الشكل. دونك هنا تقدر ترسم الشكل، تقدر الا فهمتي مزيان صافي ما تبقاش تحتاج نهائيا للشكل، تولي تخدم مباشرة. ا بي سي قائم الزاوية في ا، اذا قائم الزاوية هنا عندنا بي سي، عندنا ا بي هي 4 وعندنا ا سي هي 2، قالك حسب بي سي. دونك تطبيق مباشر لمبرهنة فيثاغورس المباشر. عفوا. دونك غادي نقول لدينا ا بي سي مثلث قائم الزاويه في ا، اذا الوتر عندنا هو بي سي، الوتر هو بي سي. دونك بي سي اس 2 كتساوي ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2. دونك لدينا ا بي سي مثلث قائم الزاويه في النقطه ا، اذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة لدينا. دونك شنو عندنا؟ الوتر هو بي سي، دونك بي سي اس 2 كتساوي ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2. ا بي عندنا هي 4، دونك 4 اس 2، ا سي هي 2، هي 2 اس 2، ونحسب 4 اس 2 16، 2 اس 2 4، 16 و 4 هي 20. دونك هذه بي سي اس 2. حنا باغين بي سي، دونك فاش كنبغي نحيد اس 2، نبغي نطير اس 2، كندير الجذر. حنا كنا كنشوفو فاش نبغي نحيد الجذر كندخل اس 2، دابا العكس، بغي نحيد اس 2 ندخل الجذر. دائما عقلوا عليها، باش نحيد اس 2 ندخل الجذر، باش نحيد الجذر ندخل اس 2. سيرتو لو كانوا عندي الاعداد موجبه، بحال هنا راه عندنا الاضلاع راه دائما كتكون موجبه. هنا جذر 20 حتى هي ندخل عليها الجذر مربع، مادام دخلته هنا خصني ندخله هنا باش تبقى عندي متساويه، ما يمكنش ندخله في جهه وجهه لا. دونك اس 2 مشات مع الجذر، تبقى لي بي سي اللي كنقلب عليها. جذر مربع 20 غادي نكتبها، نحاول نبسطها اكثر، هي جذر 4 في جذر 5، حيت 4 في 5 هي 20. دونك بي سي كتساوي جذر 4 هو 2 جذر 5. دونك هذا هو الحساب ديال بي سي. دونك بسيطة جدا، درس مبرهنة فيثاغورس ما كاين ما سهل منه الصراحة في هاد الدروس الأولى. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هاد الشرح وتكونوا فهمتوا التمرين. حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم داخل مواقع التواصل الاجتماعي، في المجموعات ديال الفيسبوك، مجموعات ديال الواتساب، باش تكون الاستفادة أكثر إن شاء الله. نتوما دعمونا بالبارطاج وحنا معاكم إن شاء الله تنكملوا جميع التمارين، ومازال تابعينا دروس أخرين، مازال تابعنا الامتحان المحلي، مازال تابعنا الدورة الثانية، تابعنا الجهوي. دونك بقاو معايا، بارطاجيو الفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نشوف فيه التمرين الثامن باش نكملوا هذه الصفحة وندوزوا للصفحة الاخرى ان شاء الله. يلا السلام عليكم.